ماشي، هنا أنا هو الجواب آيس كازي، ينطيك الإجابة إذا غلط وإذا صح. بالنسبة للأسئلة على الستورج، هنا راح السؤال يقول مالتي بلاير سيرفيسز اكسس سيم ستورج ديفايس اكسسين، هو المفروض ريداندنسي بس انا راح اجاوب غلط حتى بس يكون عندكم فكرة انه شوف تصميم البرنامج. بالنسبة للكيبلات والسرعة مالتها، هاي المواضيع البدائية موجودة هم بالكتاب. بالنسبة هذه واحدة من الشغلات، حاول تميز بين الأمور، بين الأس سي اللي هي سبسكرايبر كونكتر، أكو الأس سي وال 2 أس سي والبي إن سي، حتكون تفهمون إنه كيف يغطي المسافات. الأس سي تغطي لغاية 20 كيلومتر، بالنسبة لمواضيع السان أني تو أني، أنا هذا هالقد ما شرحته فحفظت الإجابات. إن أنا يقول لك جواب على سؤالين شرحته تقريبا حوالي 40 مرة. بيس إيثرنت بالنسبة للمية جيجا سبيدز، واحنا ليش نمشي هيجي، خلينا نطب على الأسئلة من الآن على طول. فايبر شانل، ندخل على الشاسي. السؤال هنا how do you find the serial number of Cisco UCS 5108 blade server chassis. نشوفه، هذا اللي هو الشاسي equipment chassis، عفوا chassis مثل ما مجد. الشاسي اللي هو كله، هذا اللي هو 5108 اللي هو كل الحاضنة اللي هي تحتوي على 8 سيرفرات. السؤال يقول كيف تحصل على السيريال نمبر بالنسبة للشاسي، يكون من خلال اليو سي اس ام مانجر اللي هو هذا 1595، حتى نحل الأسئلة بشكل عملي. فهي الإجابة مالته use the Cisco UCS manager. هنا انا قايل لك يوز سيسكو يو سي اس اسيستنت او ابلكيشن او ادمن، لا الاجابه ما تكون ان انت تلقيه من خلال البرنامج نفسه. شوف الاجابه صح لو لا صح. بي سي اي كار، شوف بعد شنو اكو اسئله بالنسبه للمواضيع البليد. من ضمن الأسئلة اللي تجي بالامتحان، والصورة أوضح من هذه تكون بالامتحان طبعا، تكون يعني تقريبا نفس وضوح هذه. السؤال يقول احنا اليوم راح نتكلم على مواضيع البايز والفريم ورك، يقول لك what is the best place to find the B200 Pies version، وين تلقى البايز في أي مكان تلقى ال UCS Manager version، تلاقيه تحت باك باكجز عفوا، اللي هو لما تكون تحت التبليد مثلا install framework. هو بالصورة يوضح لك يسألك سؤال من الشاسي اللي هو يوضح لك انه وين راح تلقى بالنسبة للبايز فيرجن اللي هو تحت باكجز، مثل ما وضحت لكم اياه. يعني انا السؤال بعد هذا، خلينا نشوف قسم من الاسئلة. سي بي 240 1000 V
هذا اللي السؤال اللي قلت لكم عليه جانب الامتحان، امتحان يعني قريب امتحان كان سي سي ام بي. لك which three options are minimum browser requirements to log into the Cisco SIMSI اللي هو Cisco Integrated Management Controller Graphical User Interface اللي هو الجيوي، SIMSI اللي هو يستخدمه للسي سيريز إذا كانت السي سيريز غير يعني مدموجة مع اليو سي اس ام. هو نفس السؤال يجي بالنسبة لليو سي اس، يعني سيسكو يو سي اس ام جوي. المتطلبات منك مثل ما ذكرنا البارحة، سؤال بالامتحان، هذا هو سؤال بالامتحان جاني يعني بالنسبة لي، جافا اتش تي تي بي وفلاش، هذا اللي مطلوب منك، والإجابة صحيحة مثل ما وضحت لكم هنا. ماكسيموم مينيموم دروب دراج مانج باسورد. Framework components Cisco C series rack mounted Dim. مثل ما ذكرنا البارحة قلنا هنا بالسؤال which two statements about Dim بالنسبة للرامات replacement in Cisco UCS server are true. يعني دائما تكون عندك داخل البلايت سيرفر اللي الديمز اللي انستول ايذر اللي يكون على شكل واحد واثنين او اربع او ثمانية ديمز الكل شانل، وهذا صحيح. بالنسبة للراك ماونتد الى اسلوب ثاني يستخدم نظام ما يتحدد من خلال ال اي دي فولس اللي هو يوضح لك الرام وين يكون موجود متعطل داخل البلايد نفسه. يستخدم هذا الاسلوب اللي شرحناه البارحه انا وحسام، وضح هذا الموضوع. سيرفر ريكويرمنت بير ديم اللي هو الدول شانل must be identified by manufacturer المصنع السايز الحجم والبارت بالنسبه للرقم خلينا نشوف and so on so on بالنسبة لأكو سريالات معينة أو كفت أي فكرة معينة بالنسبة لهذا الموضوع. so on مقصود بها كماك أدريس مرات أو كسريالات معينة أو أكو رقم بايز معين أو مثلا باز 1066 أو باز 1500 ميجا هرتز، هذا اللي هو ما مقصود به بالنسبة لقضايا الهاردوير. هذا اللي هو يعني واحد من البرامج اللي أدرس عليه طلاب سيسكو اللي هو مدموج مع الكتاب. انا نفسي ممتحن هذا امتحان السي سي تي قبل فترة. يعني الاطلاعات بالمواضيع وهذه يعني جمعت الاسئلة من الكتاب وجمعتها من يعني من عدة مصادر لغاية ما سويت منهج تدريبي ان احنا نعتمد بداخل سيسكو. هاي الاسئلة اصلا اللي هي موجودة اللي يريد يروح يمتحن امتحان سي سي تي $125 يقدر يقرأ الكتاب مالتي يقرأ هذه الاسئلة نصا تجي 73 سؤال يجيك 70 سؤال. هي مو من ضمن موضوعنا بس حبيت اشارك وياكم اسلوب الاسئله اللي تيجي بخصوص الداتا سنتر حتى شوي نقلل الرهبه عليكم. هذا موضوع بشكل عام موجود همين مسجل حتى للي تتفرجوه. موجوده الاسئله على شكل لسه اكو هاي برامج ما نزل موجود على شكل بي دي اف. موجود هذا في شي بالاكسل انا سويته همين حتى للي يقرا. عفوا هاي بالنسبة للأوامر كوفي شي مقارب يعني انه تخلي الأسئلة الخطأ اللي جاوبتهم الأسئلة الصح اللي جاوبتهم موجود ملف اكسل مع اللي هسه ما ظاهرة البرامج مو كاملة بهذا الكمبيوتر. نرجع لليو سي اس ام مرة ثانية. واحدة من الأسئلة راح ابدي ان شاء الله ندل الأسئلة مضبوط اكثر يعني اوضح من هيجي. موجود كملخص في كتاب
ماشي. واحدة من الأسئلة اللي تجي بالامتحان يقول لك كيف تحدد سيرفر 3 بشاسي 1 مثلا، اللي هي الإجابة مالتك ينطيك مثل هذا الواجهة، إن يكون شاسي تفتح شاسي 1، هاي يحسب لك درجة، كل كليك 13 درجة، ناس 26 درجة، سيرفر 3. فخليك حذر بالإجابة، لا تضغط على سيرفر 1، 1 2 سيرفر 3، هذا هو فول راك بالنسبة لهذا السيرفر. مواضيع من مواضيع 916، انه كيف تعرف موديل السيرفر اللي موجود من خلال البرودكت نيم اللي هي سيسكو يو سي اس بي 250 ام 1 او ام 3 او ام 4 او سو اون. سؤال كيف تعمل دي كوميشن للسيرفر، انت تروح على السيرفر مينتيننس تعمل دي كام اوكي يس، انفصل السيرفر من الخدمة. كيف ترجع السيرفر، تعمل ري اكنولج للسلوت، انه تعرف السلوت ان السيرفر رجع بداخل الحاضنة مالته اللي هي السلوت، ري اكنولج يس اوكي، رجع السيرفر للخدمة، ندخل على الاف اس ام الفاينانس ستيت ماشين، تعطيك تفاصيل سكسس 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 لغاية ما انت كل الهاردوير انه عندك اوكي. مراجعات العامة بالنسبة للمواضيع البارحة، الفايبر انتر كونكت مثل ما قلنا، فايبر انتر كونكت عفوا، اللي هو عبارة عن حلقة وصل يكون بين اجهزة الام دي اس وبين اجهزة النكسز والبلايد سيرفر، ومن عنده تحدد بورتات للسيرفرات او بورتات كستورجز، او تحدد من عنده بورتات للسيرفرات حتى تربط سيرفرات البي والسيريز والسي سيريز. موضوع هو مو كلش مهم بالسي سي ان اي، بس موجود مذكور بالكتاب. بالنسبة للاي سيريز، الاي سيريز عبارة عن، بس اوضح لكم الاي سيريز كيف شكلها، عند يو سي اس اي سيريز سيرفرز. هذا بالنسبة للشركات المعدومة نهائيا يعني، او تحتاج هذا الكارت بالنسبة تستخدمه كفويس ميل ستورج. هذا هو راوتر ال 2900 او 3900 عفوا، اعتقد هذا هو الاي سيريز، ولا يعتبر لا راك ماونتد ولا يعتبر بلايد، بس للفكرة العامة، مو مطلوب منكم ان تحفظوه او اي شيء. هاي يوجد داخله هارد وبي سي بي يو بي رام، موجودة بهاي التفاصيل، فانت تقدر تحول هذا الراوتر الى بيئة اليو سي اس. بالنسبة للشركات اللي هي معدومة نهائيا، او معظم الناس يستخدمون قضايا الفويس ميل ستورج، ربطها مع الكول مانجر اكسبريس بالنسبة للفويس. فهذا هو الاي سيريز حتى يكون بشكل عام، اللي هو يعتبر ماجول، هذا السيسكو يو سي اس اي سيريز، اللي هو عبارة عن ماجول اضيفه داخل الراوتر ال 2900 و 3900. هاي بس معلومة عامة للمشاركة. هذا الراوتر مثلا، دائما هاي الراوترات تحتوي على ماجولات فارغة، فهذا الماجول تفتحه تركب الاي سيريز هنا، يصير عندك مثل شغلة البلايد سيرفر او السي سيريز، بس بمواصفات اقل. من مواضيع اليوم، احنا البارحة تكلمنا كله تحت equipment اللي هي المعدات او الاجهزة، عرفنا انه كيف نوصل للشاسي، كيف نعمل دي كوميشن مثل ما ذكرت، نعمل ري اكنولج دي كوميشن سيرفر، كل هذه الامور. كيف نوصل للفايبر انتركونكت، اليوم راح ندخل تحت السيرفر. تحت السيرفر، كل سيرفر من هذه السيرفرات هو يكون إلى مثل ما طفل يجي للدنيا يختاروا له اسم. فهذا السيرفر من يحضر عندك انه يدخل داخل الشاسي، تعمل له شيء اسمه سيرفيس بروفايل. السيرفيس بروفايل عبارة عن هوية تعريفية للسيرفر، في حالة انه فصلت هذا السيرفر من الخدمة، انه تقدر تشيل هذا السيرفيس بروفايل، تسحب هذا الاسم تحوله على غير سيرفر، بس تاخذ المعلومات لغاية ما تصلح السيرفر، شوف من المشكلة البيلي، اذا كانت هاردوير او مادر بورد، يعني الهاردوير بشكل عام
وتشخيصين اذا كان رام اذا كان مزني كارز واذا كان سي بي يو، تغير هذه الامور ترجع تسوي له ري اساين للسيرفيس بروفايل. شنو سيرفيس بروفايل؟ راح نشوف هنا تعمل رايت كليك، مواضيع السي سي ام بي او جنرال، يعني بشكل عام بالنسبه لمواضيع السي سي ان اي احنا عندنا فقرتين. الفقره الاولى انه احنا كرييت سيرفيس بروفايل، هذا سيرفيس بروفايل عادي جدا اللي هو عنده تقدر تسوي الفينكس بالنسبه للانترفيسات. راح ناخذ احنا هنا السيرفر بروفايل بشكل معلومات بسيطه جدا، بعدين نتطرق الى بدقه. احنا راح نتكلم عنه اليوم بشكل سي سي ان اي، على الاسبوع الجاي ان شاء الله نتكلم عليه بشكل سي سي ام بي، وشويه نوعا ما يعني حبه سي سي اي اي، بس بشكل بسيط جدا يعني بسيط سهل انه يوصل لفهم المعلومه. فالفرق بين السيرفيس بروفايل العادي، اوضح لكم اياها، عندك سيرفيس برو كريت سيرفيس بروفايل اكسبرت، هذا اللي هو الويزرد، اللي هو اسهل احسن، ينطي بالمراحل الجايه ان شاء الله نعرف شنو اليو يو اي دي والورد وايد نيم وكل هذه الامور، وكيف تعمل اليو يو اي دي وكيف تعمل بول سيرفرز على مواضيع سي سي ام بي المتطوره كلش. راح ناخذ فكره عنه بالسي سي ان اي مثل ما ذكرت. انت مثلا هنا تعمل سيرفس بروفايل اللي هو تيست مثلا، بالنسبه للبول ممكن تاخذ ديفولت بالوقت الحالي، نيكست في الكونفيجريشن. بالنسبه داخل بيئه اليو سي اس هي عباره عن واجهه انترفيس سهل جدا التعامل وياه بشكل عام، ماكو مواضيع السي ال اي بي قليله جدا. هنا يحدد لك الايثرنت 1 وايثرنت 01 اللي هو ديفولت. شوي شوي نبدا نعرف شلون احنا نسوي في لانز، حتى نعرف شلون نسوي كلاود لان. كلاود لان اللي هو يصير عندك برايفت كلاود داخل بيئه الداتا سنتر، اللي هي خاصه مثلا ضمن حدود المؤسسه نفسها. واذا تريد تعمل بابليك كلاود اللي هو من خلال بيئه السان اللي هي ستورج اريا نتورك، اللي انت تعمل هذا البابليك اللي هو كل الناس اللي مشتركين، مثل الاي كلاود اللي موجوده بالايفون، مثل دروب بوكس، مثل جوجل درايف، هذا ما يسمى بالبابليك اللي اي واحد يقدر يستخدمه. والبرايفت اللي هي انه اذا تسوي بيئه كلاود خاصه ببيتك، مؤسستك، شركتك او المستشفى اللي انت بيها، اللي هو يسمى اللان. اللان اللي هو فكرته نفسه والفكره اللي موجوده بمواضيع الراوتنج والسويتشنج. نيكست بالنسبة للبالسي وغير البالسي، هذه الأمور كلها تعرف عليها بالمواضيع المتقدمة. هو الموضوع بي سهل جدا، عبارة عن نيكست. راح نوضح شوي شوي عشان نتأكد إنه أكو أسئلة بداخلكم، إيش راح نستفاد من هذا الموضوع. هنا يحدد لك إنه أنت راح تسوي هذا اللينك أب أو داون. إذا أب بالنسبة إنه تدات أب اللي هو تتعامل مع المقصود، هذا يسمى شمال التوبولوجي، وتحت اللي هو يعتبر الجنوب ساوث باند والنورث باوند، نورث الشمال والساوث الجنوب. هنا متحدد من هذا السيرفيس بروفايل انت راح تتعامل اب، انت راح تتعامل ويا بيئة نكسس وسان اللي هي الام دي اس، ولا انت راح تتعامل مع السيرفر نفسه. بالنسبة للبول سيرفر كيفية يعني توضيح هذا الموضوع، بس نشوف الخطوات هسه. البايس بوليسي نتعرف عليها، يلا تخليها نوت سيت و فينش، توافق تقول يس. هذا ظهر عندنا هو هنا هذا السيرفس بروفايل تحت تيست، اللي هو يحتوي على ايس كازي بالنسبه بروتوكول هارد درايف، هوست بوست ادابتر، والنيك اللي هو نتورك انترفيس كارد، هذا اللي هو عبارة عن سيرفيس بروفايل. سيرفيس بروفايل مثل ما ذكرت هو عبارة عن تشخيص تنطي شخصية لهذا السيرفر من خلال
اوضحها بطريقه افضل، انه انت تنطيه بروفايل مثل ما عندك بروفايل على الفيسبوك بخصوصيات معينه، انت توظف لخصوصيات معينه بهذا السيرفس بروفايل. ففي حاله حصول اي مشكله بهذا السيرفر، لما نيجي للشاسي انه عندك مشكله بهذا السيرفر، فسوي ديكوميشن لهذا فهو سيرفس بروفايل على طول ينتقل لسيرفر ثاني، ياخذك نسخه احتياطيه بين ما ترجع هذا السيرفر داخل تعمل له اساين، يعني تبعثه مره ثانيه للسيرفر الثاني. نفس الوقت السيرفس عفوا السيرفس بروفايل، واحدة من وظائف السيرفس بروفايل هو انه لما انت تسحب السيرفر من مواضيع البايز، لما تسحب السيرفر من الشاسي يكون في مشكلة اللي هي يسموه سكرابتنج، اللي انه راح يسوي جنريت، راح يعمل تقرير بالنسبة للهارد درايف لما ينسحب تكون عليه ايمج معينة، فهذا التقرير راح يحتفظ به بالنسبة لحالة السيرفر لما ينسحب ولما راح يرجع، يسموه سكرابتنج بوليسي لحالة البايز، انه هذا الهارد درايف هل هو الهارد درايف اتدمر وضاعت منه الايمجز والمعلومات، او هو الهارد درايف بس مجرد انه انسحب الصيانة ويرجع. هو السيرفيس بروفايل هو ينطيك هذا الـ الـ هذا التشخيص من خلال انت عامل السيرفيس بروفايل لنفس السيرفر. ماشي، احنا تكلمنا عن السيرفيس بروفايل. بالنسبة للسيرفيس بروفايل مثل ما قلنا انه عبارة عن اسم تنتقل، مثل ما تنطق شخص تنطي اسم معين او تنطي لقب معين او تنطي تسمية معينة، فهو السيرفيس بروفايل عبارة عن عنوان للسيرفر بشكل مبدئي بالوقت الحالي. فالسيرفيس بروفايل اول ما مثل ما ذكرنا عندنا نوعين اسلوبين عمل سيرفيس بروفايل، اللي هو الاكسبيرت والسيرفيس بروفايل اللي هو الاعتيادي. سيرفيس بروفايل الاكسبيرت اللي هو يعطيك قابلية الاسايمنت ان تسمية هذا السيرفيس بروفايل، انه وين راح توجه هذا السيرفيس بروفايل، تنطيه لبلاي 2 لبلاي 3 بلاي 4، او ممكن تنطيه لكل الشاسيز اللي كل البلايدز اللي موجودة بالشاسي عندك مرة واحدة. فمثل ما ظهرنا بذاك التسجيل شفنا احنا شو كيف نعمل سيرفيس بروفايل. واذا انت ما عندك اي شيء تخاف عليه تقدر تسميه اي اسم وتاخذ نيكس 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 فينيش، بس اخذ فكرة باسلوب النافيجيت حتى مثل ما نقول احنا نمشي ايدينا على البرنامج حتى تصير عندنا فكرة شوي شوي عن من نوصل مواضيع التنفيذ، يكون الموضوع عندنا اسهل. كل ما نسوي ممارسة على البرنامج يكون اسهل بكثير يعني. بالنسبة للسيرفس بروفايل لما نعمل رايت كليك عليه نفسه، هو موجود هنا كسيرفس بروفايل تحت اسم تيست. قبل لا ندخل على النافيجيتر بالنسبة للفيلد اكتيفيت باسيف ان اسوسييت بيندينج هايراركي، هذا اللي ترتيبه مثل الاكتيف دايركتوري اللي موجود وتسلسله بيندينج. ماشي، وهنا عندنا all right click show navigate. ان هذا سيرفيس بروفايل يخدمنا بهواي امور، قضايا الستورج، قضايا الستورج بالنسبه للهوست باست ادابتر، نوضح هذه الامور بالمستقبل القريب بالفيديوهات شوي شوي. بالنسبه للسان ستورج اري نتورك، وكيف نعمل هنا السان اللي هي نفس في لان اللي هو فيرتشوال سان، وهنا عندنا فيرتشوال لان نفس الفكره. بالنسبة للبوت اوردر مثل ما ذكرت، وهذه السيرفرات هي عبارة عن سيرفرات عادية جدا، تمنى ممكن تنطي اولوية البوت من السي دي او من اللان او من اي لوكال ديسك ثاني او فلوبي، هو بس مجرد نذكر لك عدة احداث هنا. هذا تساعدنا انه تحديث البايوس او الاسايمنت مالته من سيرفر السيرفر بالوقت الحالي، وبالنسبة للمواضيع خاصة الفيرتشوال ماشينز حتى لما يحصل تنقل عندنا اي فيل اوفر يكون عندنا مشكلة بيه التنقل من سيرفر لغاية سيرفر ثاني، من خلال حتى يكون سهولة تتبع السيرفس بروفايل من خلال ماك ادريس او من خلال الفيلان اللي موجود عليه.
بالنسبة للفايبر شانل زون، فايبر شانل زون بالنسبة للزونينج لما تحدد الداتا سنتر على مثلا 3 أقسام أو 4 أقسام، قسم رئيسي وقسم مثلا مساعد وقسم احتياطي، لما تحصل أي مشكلة بالرئيسي حول الاحتياط أو الاحتياطي يحتاج مساعدة هاردوير. بمواضيع الستركس، ستركس ليش أنا دائما أقول ستركس أضبط من في ام وير، لان ستركس عندهم اجهزتهم. فستركس يوصل لدرجه انه يدمج سرعه السي بي يو مع بعض. اذا اثنين عندك اثنين كور اي 5 يستخدم الطاقتين، اذا عندك كور اي 5 بمكان ثاني ياخذ ذاك الكور اي 5 يدمجه مع الاثنين كور اي 5 اللي موجودين مع بعض ويعطيك برفورمانس اعلى. لهذا السبب هم ناجحين مواضيع اللود بالانسنج، تعرف عليه بالمستقبل القريب شوي شوي. سيرفيس بروفايل انت ممكن تسوي بايس بوليسي يساعدنا بالنسبة للفريم ورك بوليسي شوي شوي نتطور بهذا الموضوع. بالنسبة للبور كنترول بوليسي، بالنسبة للسكراب بوليسي، سكراب بوليسي مهمة جدا ان تسوي بوليسي لهذا الموضوع من خلال الدومين بوليسي. لما تسحب السيرفر من الخدمة هذا راح يعطيك تقرير كامل على هذا الروت بتفاصيله، حتى اذا اي مشكلة تحصل بالهارد درايف او اي عطل الكتروني انت عندك تفاصيل الهارد درايف والايمج اللي موجودة، حتى ينطيك تفاصيل ادق بالفايلات اللي حصل بيها مشاكل، مثل ما ذكرنا قبل شوي احد الشباب قال اللوكس. وبهذا اللوكس اذا اكو اي مشكله ضاعت عندنا نقدر نتبعها من خلال السكراب بوليسي. وهذه الامور نطور مثل ما ذكرت نطور بيها شوي شوي. بنفس الوقت اذا سامعين عن سيريال اوفرلان، سيريال اوفرلان اللي هو انت تقدر تسوي كانسل كيبل من خلال الريموت. موضوع غريب شوي انا اول مره تعاملت وياه ما اقتنعت بيه بس لغايه ما نفذته بايدي، انه انت عندك كونسول كيبل العادي اللي هو يركب على الراوتر وعلى السويتش، بس ينطيك يسموه سيريال اوفر لان بوليسي، اللي هذه البوليسي لما تعملها ينطيك سيريال. انت تقدر تسوي كونسول كيبل على الفايبر انتر كونكت، البارحه سالتوني هو على هذا الموضوع، من مكانك حتى لو انت بالعراق كيو سي اس فيلد انجينير او كيو سي اس ادمن، انت تقدر تسوي كانسل على السويتش الجديد اللي هو الفايبر انتر كونكت، يحصل بيه عطل تغير بجهاز جديد، فالجهاز الجديد يكون ما بيه لا عنده اي بي ولا اي شيء، مجرد توصل له كانسل كيبل هو راح ياخذ اي بي من الدي اتش سي بي سيرفر على طول، ويخليك تقدر تسوي كانسل على الاف اي او تنطيه مانجمنت اي بي، حتى لو كنت انت بالعراق او كنت بالسعوديه وكان الداتا سنتر بامريكا. هذا ما يسمى بالسيريال اوفر لان بوليسي، هذه تحصلها من خلال سيرفيس بروفايل. وبالنسبة للستاتس بوليسي حتى يكون عندك كل سيرفر عندك تفاصيل عن حالته وعن صحته اللي بالتفصيل الممل من الرامات والهاردوير المذر بورد المزني كاردز وامور الفيرتشواليزيشن اللي بيها نطور عليه ان شاء الله مثل ما ذكرت قبل شوي شوي. بالنسبة نتكلم المرة بالنسبة تشينج بروفايل اسوسيشنز، ان انت نحدد الاسوسيشن انه احنا لمن راح ننطي هذا الاسم، من راح اللي راح نسميه احمد نسميه خليل نسميه اي اسم اللي هو سيرفس بروفايل. فممكن نختار بري بروفيجن، بروفيجن يعني فعل بمعنى شاسي 1، لان احنا عندنا مثل ما ذكرت شاسي 1 هنا على سيرفر 2 سلوت اي دي 2 لو اوكي. بيئة الداتا سنتر لا تتعاجز، اقرأ كل ما موجود امامك، كليك غلط يدمر لك انفراستراكشر كاملة. بالممارسة راح تعرف هذه الرسائل انت مرة واحدة، اي ممكن تضغط يس او تضغط نو، بس مبدئيا حتى لو انجليزي يكون صعب بس حاول تفتهم من خلال المصطلحات احنا راح ندرسهم شوي شوي. الفينكس، اليو يو اي دي، الوورد وايد، هذه كل الامور راح نتطرق لها بشكل نظري ممل مزعج لدرجة اللي يعني انه يكون مزعج، وبعدين واحنا مبدئين نفاهمين الموضوع العملي مالها. فدائما اقرأ قبل لا تضغط يس وافتهم شنو الموضوع. احنا حاليا المفروض انه اخذ سيرفر 2 لغاية الان احنا ما حاطين اي بيات لهذه السيرفرات، مثل ما ذكرت سيس شاسي بلاي 2. لا تضغط على الدومين، اخذك هنا أنا. مثل ما ذكرت لكم هنا أنا. اخذها على سلوت 2، احنا حددنا هذا السيرفس بروفايل لسلوت 2.
Association Service Profile تضغط عليه من هنا ممكن تحدده بهذا الشكل. لا تسوي الآن أسوسييت تشيله من هذا السيرفر قبل لا تفصل السيرفر من تعمل له ديكوميشن، تفصل السيرفر بروفايل من عنده تضغط اوكي. بعد ذلك تقدر تدخل على السيرفس مينتيننس تعطي ديكوميشن لو اوكي يس فصل السيرفر من الخدمة. بالنسبة للفريم وير، الفريم وير دائما يحصل التحديث مالته بالنسبة مثل ما قلنا البارحة. ناصر سألني كثير على موضوع انه وين اليو سي اس مانجر يعيش، بيت اليو سي اس مانجر سوفت وير يعيش تحت الفايبر انتركونكت، يعني يكون دائما هو انستولد تحت الفايبر الاف اي فايبر انتركونكت، يعيش على بيئة كيرنل اللي هي لينكس، يكون عندك نسخة موجودة على ال FIA اللي هو البرايمري وعندك الباك اب اللي هي كيرنل هنا موجود. ال UCSM يجيك سؤال بالامتحان يحدد لك بالضبط، يعمل لك هايلايت بهالاسلوب او يظهر لك بشكل رقم انه هذا ال UCSM يتعامل فيرجن 2.21B، ينطيك وعندك خيارات تشوف الرسم تحدد اجابتك بالامتحان تكون 2.21B او ممكن 3.1 مثل اللي موجود باللاب مال ناصر 2.2.3.1B اعتقد هيك شيء. بالنسبة للفريم وير دائما يكون لما ندخل على اكتيفيت فريم وير افتح هذا البلاس ساين بهذا الاسلوب. الفريم وير دائما لازم يكون مطابق لل UCS مانجر من هنا نشوفه من هذا الناحية 2.2 او هو هذا عفوا اسف بالنسبة للكيرنل لازم يكون مطابق هذا الكيرنل يكون مطابق مع الكيرنل الثاني اللي موجودين ولا خلافه تحصل عندنا مشاكل. ذاك اليوم انا رفعت لكم صورة للسيرفر سيرفرات الام 3 عملنا تطوير للام 4 الام 3 الام 4 احترقوا يعني دامج 322 سيرفر حصل بيهم دامج بسبب الفريم وير، ان كان الفريم وير اللي موجود على الهارد درايف مخالف للموجود اللي على الام 4 فادى الى دامج بالنسبه لهم. يعني كان يوم انا تعلمت من عنده شيء جديد، وهذا في شيء مهم جدا لازم تكون مطابق للفريم وير اللي موجودين على الاف اي فايبر انتركونكت انه اذا هذا يكون 2.10 هذا لازم يهم يكون 2.10 5.03 يكون مطابق نفس المواصفات اللي موجودة عندك هنا. مستقبلا نعلمكم شلون تسوي فريم وير داخل اللاب شوية شوية ان شاء الله. نوضح موضوع ثاني وبالنسبة اكتيفيتي فريم وير نشوف طريقة